لو بصينا على مجموعة من الضباع وهم بيهجموا على فرائسهم بكل عشوائية، للوهلة الأولى ممكن نعتقد إن مفيش أي نظام أو قوانين بتحكمهم، وإن موضوع الافتراس عندهم ببساطة باللي يلحق ياكل الأول. ولكن ده مش صحيح إطلاقا. الضباع زيهم زي باقي الحيوانات في انتمائهم لعشائر منفصلة، وكل مجموعة بيكون ليها قائد واحد هو اللي بيحركهم. وعشان أكون أدق في المعلومة، فكل مجموعة بيكون ليها قائدة مش قائد. اللي سمعته ده حقيقي يا عزيزي المشاهد. أنثى الضبع هي اللي بتحكم المجموعة، وهي كمان اللي بتحط القواعد اللي بيمشي عليها كل الذكور، لدرجة إنها ممكن تأمر بطرد ذكر برا المجموعة لو عمل حاجة ما عجبتهاش، وممكن كمان تنيمه من غير أكل ومش هيفرق معاها حتى لو مات من الجوع. فهل تقدر تعيش كذكر تحت حكم أنثى بالشكل ده؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات. وطبعا ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا. الضباع في العموم والضباع المرقطة تحديدا بيعيشوا في مجموعات عددها كبير جدا، والمجموعات دي ممكن يتراوح عددها ما بين 6 أفراد و100 فرد، وكل أفراد المجموعة بيتعاونوا مع بعض في عمليات الصيد وفي الدفاع عن أرضهم. ولكن كل أفراد المجموعة كوم، وأفراد العائلة الملكية كوم تاني خالص. العائلة الملكية في عالم الضباع بيكونوا الملكة وقرايبها، وبعد ما المجموعة تصطاد أي فريسة جديدة مفيش أي فرد في المجموعة بيتجرأ يقرب منها. أما لو هنتكلم عن الذكور، فدول تحديدا ما بيكونش ليهم أي أولوية في الأكل، ودورهم في الأكل بيجي لما بتكون الفريسة أصبحت مجرد عظم، وترتيب الأولوية بيكون للعائلة الملكية أولا طبعا، وبعدين باقي الناس المجموعة وبيليهم الأطفال، وفي الآخر خالص بيجي دور الذكور. يعني نقدر نعتبر الذكور بيعيشوا مذلولين طول عمرهم. وإذلالهم ده على فكرة مش بيكون في الأكل فقط، ولكن في التزاوج كمان. على عكس معظم فصائل الحيوانات واللي بيتصارع فيها الذكور للفوز بالأنثى، فأنثى الضبع المرقط هي اللي بتحدد كل حاجة تخص الزواج. يعني هي اللي بتختار الذكر اللي هيتزوج بمزاجها، وهي كمان اللي بتحدد امتى وفين ممكن يتم التزاوج. والغريب ان الإناث بتفضل التزاوج من ذكور العشائر التانية أكتر من ذكور عشيرتها، وممكن كمان الملكة لو اتخنقت من أحد الذكور تطرده برا المجموعة عادي. ومن هنا الذكر المطرود لازم يبدأ يدور على عشيرة تانية ينضم ليها، ودي حاجة مش سهلة طبعا، وده لأن مفيش عشيرة ممكن تقبل ذكر غريب ينضم ليهم. ايه اللي هيخليهم يعملوا كده وهم أصلا مش طايقين ذكور عشيرتهم؟ والأرخم في الموضوع إن حتى لو وافقت أي عشيرة على انضمام ذكر غريب ليهم، فالذكر الغريب بيكون أشبه بالخدامين بالظبط، ومش بيكون ليه أولوية ولا في الأكل ولا في مكان النوم، وبيتعامل كمان أسوأ معاملة من كل أفراد العشيرة، وبيفضل عايش حياة بائسة وكلها ذل وإهانة، وبيبقى في مكانة أقل بكتير من مكانة ذكور العشيرة الأصليين. وبيفضل الذكر الغريب عايش على أمل إن أي أنثى تختاره للتزاوج، وده لأن زي ما قلنا إن الإناث بتفضل الذكور الغريبة أكتر. وهنا في سؤالين مهمين حابب تجاوبوني عليهم أعزائي المشاهدين. هل تقدر كراجل تعيش حياة بائسة زي حياة ذكر الضبع المرقط؟ ولو كنت أنثى وفجأة بقيت حاكم على كل الذكور، يا ترى إيه اللي ممكن تعمليه؟ ياريت تقولولي رأيكم تحت في التعليقات. وطبعا ما تنسوش عمل إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا، وده عشان توصلكم كل حلقاتنا الجديدة واللي أكيد هتغير لكم مودكم. كان معاكم أخوكم محمد جابر، وأشوفكم على خير قريب جدا في حلقة جديدة.